استطاعت الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة أن تعود لمكانتها المرموقة على الصعيد الخارجي مرة أخرى، من وجهة نظرك ما الذي أدى إلى صعود هذا الدور الكبير للسياسة الخارجية المصرية؟ شو ما أقول لك، مصر دولة مهمة في التركيبة العالمية، ومش من السهولة يعني التخلص منها أو التضييق عليها، إنما إحنا بنتكلم في مستويات تاخد وقت إلى أن الظروف تتغير تتعدل ترجع إلى ما كانت عليه. فإحنا النهاردة في مصر بتحاول العودة مرة أخرى إلى دورها القوي، بالذات دورها القوي في الشرق الأوسط، دورها القوي في العالم العربي، دورها القوي في إفريقيا، ودورها القوي في حوض البحر المتوسط والعلاقة مع أوروبا. دي مسألة عايزة وقت، ووقت كبير يعني، إنما عايزة جدية أيضا، وعايزة أن يكون الدولة كلها قادرة على أنها تتقدم إلى الأمام.